صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير لكل أشخاص يلي عم يحضرونا، وأكيد بدي أتمنى لكم ببداية هذا الأسبوع كل الخير والصحة والعافية، ويخف هذا البرد ويرجع الدفا وترجع الشمس تطلع علينا. هانت صباحك. صباح الخير يا نور، يسعد صباحك. الحدا انضم لنا عبر شاشة سما. هانت مثل ما قلنا، عم يقولوا أنه في منخفضات لسه جاية بس مو بشدة المنخفض يلي مرق معنا، يعني التلج والبرد والسطيع. الناس كتير فرحت بالتلج. الله يبعث الخير، وإن شاء الله يا رب بلدنا تضل بخير وسلامة على طول. رح نصبح على الشيف راني ونشوف شو محضر لنا طبق لليوم. صباح الخير يا شيف. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك. شو محضر لنا طبق لليوم؟ اليوم طبقنا حلو مثل الجو الحلو. حلو مثل الجو الحلو. اليوم أدفى من امبارح. شو الحلويات؟ اليوم في عنا سوكسي أو بسكويت بالحليب، وفي سميد بجوز الهند. اوكي، يعني طبقين بحبوهم الكبار والصغار. تماما. ومناسبين بهيك قعده بالبيت مع فنجان قهوه ان شاء الله. هيك بنعرف المقادير وطريقه التحضير بعد شوي. شكرا. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك الف عافيه. رح نتناقش بمواضيع حلقتنا ونبدا نستقبل ضيوفنا من بعد شوي، فخليكم معنا. كل حدا فينا بتختلف ردة فعله وقت يتطلع بالمراية، وخصوصا الصبح اول ما نفيق. البعض ممكن يبتسم ويتغزل بحاله، وآخرين بيحفزوا حالهم بعبارات إيجابية وبيطرحوا على حالهم تساؤلات معينة. يمكن يكون في شيء بالشكل مو عاجبهم وبيخلي ثقتهم بنفسهم تضعف كل ما تطلعوا بهالمراية. 100% يا نور. وفي ناس بيعطوا توكيدات إيجابية لأنفسهم. يمكن الحالة المزاجية بتلعب دور كتير كبير بهالموضوع. لما يكون الواحد مننا مبسوط أو متضايق، غالبا هالشي رح ينعكس على وجهه، فبيشوف هذا الشيء بالمراية والطريقة يلي بيشوف حاله فيها. هاشتاجنا لليوم بيقول: شو أول شيء بتقوله لحالك وقت تطلع بالمراية؟ كيف بتخاطب نفسك وكيف بتتمنى من آمالك؟ شاركونا تعليقاتكم على البوست اللي شفتوه على الشاشة وهو موجود على صفحتنا على الفيسبوك. هلأ رح نسمع الناس بالشارع السوري شو جاوبونا لما سألناهم نفس السؤال. شو أول كلمة بتقوليها لحالك أول ما تطلعي على المراية؟ شو هالحلو، او مثلا شو يسلمي هالوش. يا الله شو كبرت، كثير الشباب كترانين، لانه هذا اللي بيقولوا العمر عم يمشي لانه عمه ومقلزني وعيوني انه اللمعه. يعني لازم اكون صارمة شوي مع العالم، قوي شخصيتي اكثر. هيك اللهم صل على النبي، يا رب بده ياخذني على جمال عيوني. شعرات حلوين حطلع من جوا انا نفسيا، فانا اذا كنت متضايقه لما حطلع بالمرايه حاشوف حالي حلوه. ما بحكي شيء، ما بتخيل اني بحكي شيء او بدقق بحالي بالمرايه. يعني بنبسط لما بتطلع اكيد اول شيء، و انه بكون في طاقه جميله، الواحد بيشوف حاله على المرايه وبيكون مبسوط، وخصوصا اذا كان حدا حلو. يعني الايام الحلوه ما بتستمر، سعاده لحظات بده يغتنمها الواحد. من المعروف بأنه بتتميز فترة المراهقة باكتشافات نفسية وجسدية كبيرة، بتغير نظرة الأطفال لأنفسهم ولمحيطهم، وبتثبت هويتهم العاطفية تدريجيا. المراهق يا نور بيصير عنده ميل للتجارب الجديدة وللتمرد ببعض الأوقات، وبهالفترة بتتكون مشاعر الحب العاطفي تجاه الجنس الآخر. فكيف لازم يكون دور الأهل بالعلاقات يلي بتنشأ بين الجنسين الذكر والأنثى بفترة المراهقة؟ هذا رح يكون موضوع حديثنا اليوم مع الاختصاصية الاجتماعية غدران نجم. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك غدران، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير حساس بهي الفترة يلي عم نسمع فيه بقصص كتيرة. ما بدنا نحكي شو هي القصص، ولكن عن جد في قصص مخيفة بالنسبة لهدول الأشخاص يلي هن كانوا بمرحلة الطفولة انتقلوا فجأة لمرحلة المراهقة. خلينا ناخذ من حضرتك الخصائص النفسية لفترة المراهقة يلي بتمس هذا الطفل. انطلاقا من اللي حكيته ورد، اكيد هي المرحله مرحله حرجه، يمكن حرجه لانه بيصير فيها تسارع بالنمو بوقت واحد وبسرعه للجسد، للعلاقات الاجتماعيه، للانفعال، للعقل عند المراهق. فحقيقه يمكن حرجه هي بس لانه في هي السرعه الشديده بالنمو وبوقت واحد. هلا حقيقه كخصائص نفسيه بدنا نحكي انه بنقصد فيها الشيء اللي بيميز هي الفتره. فكمان مثل ما حكيته بالمقدمه، هو المراهق بهي الفتره اصلا بيكون شخص
متمرد عنيد بيميل للاستقلالية لإثبات ذاته ولتوكيد ذاته أكيد وطلع من مرحلة الطفولة أكيد لأن مع أنه أهله بشوفوه دائما طفل بس هو لا عم يحس أنه لا أنا ماني بقى طفل هو أصلا عم يعيش صراع بين أنه أنا طفل وبين أنه أنا بدي يصير راشد فبتلاقيه لحظة بيقول لك أنا مستقل وإلي رأيي وصار لازم تسمعوني وبلحظة تانية بيتحول لاعتمادي لأنه حقيقة أغلب حاجاته أهله هن المسؤولين عن تلبيته هو بيركض أكيد لحتى يثبت ذاته ولحتى يوكد ذاته فنحن عم نشوفه كتير واقف قدام المراية انطلاقا من الهاشتاج اللي عم تحكوا فيه فهو كتير بيهتم بشكله بيوقف لساعات طويلة سواء طبعاً عم بحكي مراهق بنت أو حتى صبية فأكيد إنهم بيحاولوا يلبسوا الأشياء اللي بتمثل عمرهم قصات شعر شوي غريبة بيصير في عندهم نمو انفعالي بمعنى شديدين حساسية غيرة زيادة رغبة بيعيشوا مشاعر الحب حتى نمو على المستوى الاجتماعي فبتلاقيهم بدهم يكونوا ضمن الشلة وياخذوا المقبولية منها ونمو حتى على المستوى اللغوي فبتلاقوه كتير بيحكي نحن ديش دايماً بنحكي بفترة المراهقة كتير مهم الأهل يستمعوا لأطفالهم لأنه هنم بالأصل طبعاً أنا عم أقول طفل لأنه المراهق بالنهاية هو يعتبر طفل يعني كل شيء تحت 18 سنة بالقانون السوري يعتبر بالزمن الطفولة فنحن بنحكي أنه لازم كتير يستمعوا لهم وباستماع له فن كما يقال لأنه هنم أصلاً بيحبوا يحكوا كتير شو بدي ساوي أنا شو حاسس شو عندي مشاكل يعني من هالأساس فحقيقة انطلاقاً من هاي الخصائص النفسية كتير مهم أنه يتم إشباع حاجات المراهق طبعاً هو إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية بكل السنين مهم لكن بفترة المراهقة مهم كتير نقدم لهم إشباع لحاجاتهم بالتوجيه بالترفيه بالحب بالحنان بالاستقلالية طبعاً. ببعض القرارات لازم نكون نحن دافعين ومشجعين لهم يعني مرحلة حساسة مرقنا فيها كلنا وحيمرقوا فيها أولادنا وكثير من الناس هلا ما كانت متخيله انه ابني اللي ربيته انا هيك اللي تعبت على دراسته اللي حضنته هو وطفل صغير لما صار مراهق بلش لا له اراء مختلفه يتمرد علي وحتى ما عم بقدر اضبطه او راقبه طيب هاي المرحله كمان اذا بدنا نوصفها فيها بكالوريا طبعاً. فيها تاسع أكيد. فيها تحديد مصير هون بيروح الشاب خليني أقول ما رح أقول الطفل ببلش بقى مدرستنا اللي جنبنا مدرسة بنات أو الصبية بتقول إنه إذا كانت مدرسة مختلطة بلشت المشاعر الغريزية الجنسية العاطفية تتكون تجاه الجنس الآخر شو طبيعة هالعلاقات وما مدى مصداقيتها؟ الحقيقة نحن ما فينا نقول عنها علاقة حب علميا بهذا الوقت فينا نسميها كل شيء إلا حب حب أكيد لا نعيب ولا نحرام هو مشاعر لازم تعيشها كل الخليقة كما يقال لكن بفترة المراهقة فينا نقول إنها إعجاب شغف بتجربة جديدة تعلق فينا نقول لفت نظر لكن ما بنقدر نقول عنها حب غالبا بهاي الفترة بتكون انجذاب وللأسف بشكل أناني لأنه حقيقة بيكون المراهق عم يبحث عن إشباع لحاجاته هلأ نحن حتى نسهل شوي الموضوع للمراهق ولحتى لأولياء الأمور بالتعامل مع هذا الموضوع فينا نحكي بشكل بسيط علمياً طبعاً أن المراهقين بنقسموا تقريباً لثلاث أقسام في مراهقين هنا أصحاب المجموعة العقلانية الضابطة يلي هن حقيقة بيشعروا بالإعجاب لكن عندهم نمبر وان مستقبلهم حياتهم أكاديمياً يعني طبعاً هذا راجع للتربية والتنشئة في مجموعة تانية نحن بنقلها مجموعة القوة والدلال بمعنى بعض الأطفال اللي هن المراهقين عم يعيشوا بأسرة نوعاً ما متسلطة لما بيجوا ليقدموا رأيهم فبتلاقي دغري بيتوبخوا وبيتبهدلوا حقيقة بيصيروا بينجذبوا برا لأي حدا يعني ممكن صبية أو شاب لحتى يثبتوا سلطتهم ويأكدوا ذاتهم أو المجموعة بنفس المجموعة طبعاً الطرف الثاني اللي هو الأشخاص اللي كتير تدللوا وأهلهم فهمانين فكرة التربية الحديثة خطأ فأغدقوا عليهم كتير يعني عطوهم زيادة فحقيقة هن نتمادوا فصاروا يقولوا أنه أنا عندي كل شيء فطبعاً بيصيروا بيلجأوا كمان لحتى يصير في لهم علاقات غير مسؤولة مع الجنس الآخر وفي مجموعة فينا نقول عنها هي مجموعة التحكم الأشخاص يلي فهموا الفكرة صح لأنه نحن دايماً شو بنحكي مع المراهقين لحتى نقدر شوي نتفاهم معهم باللي هن عم يعيشوا في فرق كتير كبير بين المشاعر وبين السلوك الحب شغلة لازم يعيش المراهق وعلى فكرة الأهل لازم يقلقوا لما الطفل أو المراهق ما بيعيش هاي المشاعر لأنه حقيقة من أهم الخصائص النفسية اللي نسيت أقولها بالبداية الميل إلى جنس الآخر بهاي الفترة فلما ما بيصير عندهم هذا الميل أنا بدي أقلق لكن الفكرة لا من شو
نقلق بانه في شيء غير طبيعي عند الطفل عند المراهق، لانه هو بالاصل لازم يكون عنده هذا الانجذاب. ما هو مثل ما حكيتي حضرتك عم ينتقل من فتره الطفوله لفتره الرشد، واحده من الاشياء الاساسيه بهي المرحله انه هو ينجذب للجنس الاخر. لكن نحن كيف بنتفهم هي المشاعر؟ دائما بنحرص على انه نقول لهم هي مشاعركم، اكيد حنسمعكم، نحن بنتفهم انتم شو حاسين. والمشاعر ما حدا بيتحاسب عليها ولا بيقدر حدا يحاسبنا عليها. فيني احب حدا 10 15 سنه لحالي، لكن ما احاسب عليه هو السلوك. ما بالنهايه المجتمع بالنهايه حاطط ضوابط لمجموعه العلاقات اللي ممكن انا كمراهق اني يعني اشتغل فيها او يكون في لي هي العلاقات. يعني على سبيل المثال المجتمع بيحط علاقات مرفوضه وعلاقات مقبوله لهذا العمر. شو هن؟ اي هلا كعلاقات مقبوله نحن عم نحكي بالعلاقات اللي بنعرفها، اللي هي زماله العمل، الجيره، القرابه، مثلا زملاء الدراسه، اللي عاده بيكون الحديث بينه وبينهم عن الصحه، عن العمل، الامور العاديه، المواهب، الامور الطبيعيه اللي ممكن ينحكى فيها. هو هذا الشيء مقبول مجتمعيا. طبعا العلاقات المرفوضه هي العلاقات اللي بيكون فيها التمادي بموضوع الانجذاب. يعني هلا اوكي يمكن تسمعوا بالعامي بفكره النظره الاولى لك النظره الثانيه عليك. حقك انه انت بالبدايه اكيد كمراهق انه مراهق انه انت تعجب بالطرف الاخر وتنظر له نظره انجذاب، ويمكن تشعري بانوثتك انك انت في شباب تطلعوا فيك وانت تشعر برجولتك انه في كم من الصبايا حواليك. لكن التمادي بهذا الموضوع هو اللي يخلي العلاقه علاقه مرفوضه، لانه نحن ببساطه مجتمعنا يعني اسرنا واهالينا ما بيخافوا من الحب بحد ذاته، هن بيخافوا من السلوكيات اللي بتترتب على هي المشاعر بحجه الحب. تمام. اللي هي ممكن يكون فيها تمادي على المستوى الاخلاقي والشيء ما بيتناسب مع التنشئة الأسرية. هون بتكون الإشكالية والخوف من الانجراف وراء الخطأ. يعني ممكن الأمهات والآباء يلي عم يحضرونا يسمعونا أنه أوكي أنا موافق أو موافقة أنه ابني أو بنتي يحبه، يكون عندهم هاي العلاقة، بس أنا كيف بدي سيطر عليها؟ كيف بدي وجههم بتوجيه صحيح لحتى ما ينجرفوا وراء الخطأ ويصير في إشياء مثل ما قلتي لا أخلاقية تسبب مشكلة لهذا المراهق يلي تأثر عليه لبعدين طبعاً. ومشكلة للأهل. هو حقيقة مثل ما حكينا اللي بيحدد قديش هاي العلاقة مناسبة هو المجتمع والتربية والتنشئة. فكل ما كانت تنشئتي لطفلي فيها أنصات مثل ما حكينا من شوي، انصات بمعنى له فن، يعني في تشجيع، مو مقلسة على كل ما حكى ابني كلمة اتمقلس مثلا عم يحكي عن طموحه معين فقال له ايه ان شاء الله ان شاء الله. يعني هو عمليا كانك عم بقى شو عم يحكي تمام كانك عم تقولي له انت ما حيطلع معك. لازم يكون في تقبل لمشاعره، تقبل له على مستوى الشكل والنفسية. يعني حتى للاسف نحن احيانا كاولياء امور بنرتكب بطريقه غير مقصوده طبعا اخطاء بانه نحن بنتمقلس او بندقق او بنعلق على شكل المراهق، على وجهه، على صوته، على تصرفاته. للأسف هذا بيأثر على موضوع تأكيد ذاته، ونحن حكينا هاي خصائص من الخصائص تبعه. فمهم كتير موضوع الأنصات، مهم كتير نقرب من أطفالنا. لما منقول نقرب من أطفالنا ونصادقهم أو مراهقين ونصادقهم، ما منقصد أنه أوكي يعملوا شو ما بدهم ونحن ما نعلق تماما. لا، لازم يكون في احترام. هلأ نحن ككبار، يعني أنا ككبيرة كتير، يعني الصديق اللي أنا برتاح له هو الصديق اللي بيسمعني، بيشجعني، بيتفهمني. بس أكيد مو اللي مقلس علي او اللي بيعتبر اي شيء بحكي فيه بكسر لي فيه مقاديفي. فتخيلوا نحن ككبار وكاصدقاء عم نحكي، كيف بده يكون الامر بين اولياء الامور واطفالهم؟ كثير مهم انه نحن نشجعهم، نسمعهم، ننصت لهم، وطبعا نكون واضحين معهم بموضوع الحدود. هلا الفكره نحن دائما بننطر فتره المراهقه لتصير لنحكي فيها. طب نحن ليش ما بنعمل اجراء تهيئ مسبق ومنهيئ قبل بوقت وبنحكي امتى باي عمر انا لازم هيئ ابني حقيقه طفلي لسن المراهقه؟ 10 سنين. ما نحن هلا عم نسمع قصص، يعني نحن كاخصائيين موجودين بالميدان حقيقه عم يكون في مشاعر انجذاب تجاه الطرف الاخر من سن 11 و12 سنه. وهذا شيء يعني غريب. عم نسمع، عم نشوف على صفحات مثلا وزاره الداخليه او عم نشوف على صفحات ثانيه رسميه انا بعض القصص، بعض المشاكل انه هربت معه وراحت معه وطلعت متخبيه وطلع مخطوفه. تمام. للاسف طلعت لا. للاسف غالبيتها بيكون سببها انه نحن في كما يقال يمكن في سقف توقعات كثير عالي لمراهقنا عم نقدم له اياها، فهو يخشى انه لا يحصل على هذا السقف بكل المستويات، على مستوى الدراسه ولا على مستوى المشاعر وعلى مستوى هو شو مطلوب منه بالمجتمع. تمام. المشكله نحن بنلبس المراهق هذا التوب وانت مطلوب منك طيب. كذا كذا. معلش كون دقيق اكثر اكيد ونحكي هيك نصيب قلب الهدف تماما. يخشى الاهالي واولياء الامور على بنتهم اكثر من ابنهم وحتى على ابنهم من الانجراف الجنسي تمام. تجاه الجنس الاخر بالفتره الممتده بين ال 13 14 سنه
ل 18 19 سنه مثلا، هي فتره المراهقه المتمرده. أكيد. اللي فيها تاسع وبكالوريا طبعا. وتعرف على الجنس الاخر وواتساب وفيسبوك وانستغرام وتواصل اجتماعي اللي سهل كل شيء. تماما. التواصل الاجتماعي للاسف يعني لانه بطريقه غير مقننه على فكره. طيب كيف بدنا نوضح الموضوع الجنسي للمراهق بهالفترة الحساسة؟ كثير بنحكي كأخصائيين بأهمية التوعية الجنسية باكراً، ابتداءً من فكرة المساحة الشخصية الخاصة فيني وبالتعرف على الأعضاء الجنسية أو بشكل عام، يعني مو نحن رح نحكي بس الأعضاء الجنسية، أعضاء الجسم، ومنمرق من بيناتها على الأعضاء الجنسية بأنه هي شيء خاص ويفترض الحفاظ عليها. هذا الشيء لما بيتم من عمر صغير الحديث عنه حقيقة هذا كثير بيسهل علينا بعدين، والإجابة على تساؤلات أطفالنا ومراهقينا لما بيسألونا. يصاب كثير من أولياء الأمور بالحرج لما بيشرحوا أطفالهم، يعني بيسألوهم بعض الأسئلة مثلا شي سمعوه بالتلفزيون، شي قروا بالسوشيال ميديا، شي حكولهم يعرف آتهم. للأسف لما الأهل يحرجوا بيقولولهم خلص بكرة لتكبر بتعرف، أو لا نحن جبناك من سوق الجمعة، أو لا نحن يعني إجت ما بعرف أنه عصفور جابك. إيه يعني حقيقة لما ما بيحكوا معهم بصراحة ويرضوا فضولهم للأسف عم يدفعوهم بطريق يعني حقيقة غير مضمون. بدو يلاقي مصدر للمعرفة. هو هذا الوقت هو فضولي، الطفل فضولي والمراهق فضولي أكثر، بالنسبة له هذا الموضوع لازم يغذى تماما. فممكن نحن خلينا نقول كجرعات بحسب المرحلة العمرية نشرح هذا الموضوع وبطريقة علمية، ابتداء من فكرة المساحة الشخصية والتعرف على الأعضاء الجنسية وأعضاء الجسم بشكل عام، لحتى نمرق لفكرة أنه نحن كيف منحافظ على حالنا، شو بيصير، كيف بتكون عملية الزواج، ممكن الاستعانة بأشياء العلاقة بالحيوانات. أحيانا نحن كمان بننصح دائما أخصائيين بموضوع تربية الحيوانات الأليفة لأنه كتير بتعطي يعني الطفل أو المراهق دروس في المسؤولية، حتى بتعرفه على كتير أشياء من جوانب خلينا نقول التربية العامة لما هو بيهتم بهي الحيوانات الأليفة، وبنقدر من خلال أنه نحكي عن الموضوع الجنسي وبينشغل فيها أكثر، وممكن يبعد عن الأشياء اللي ممكن يخافوا منها الأهل، ويصير في اشياء غلط انا من ناحيه هذا الحيوان، في قصص مثل ما قلتي هو بيستوعبها وبيفهمها. لاحظي نحن حكينا بالبدايه الاهل ما بيخافوا من الحب، الحب شيء كثير رائع. هلا في حقيقه ميل طبيعي، هذا طبيعي يعني علميا مثبت حسب نظريه اريكسون حسب ما بتذكر من 18 ل 40 في شيء اسمه ميل، لانه انا كون عائله ويكون عندي مثل ما بيقولوا جو الاطفال. صحيح. وموضوع الزواج وهي القصص من فتره 12 ل 18 سنه في ميل طبيعي ايضا لشيء اسمه انجذاب عاطفي تجاه الجنس الاخر. لازم احتوي هذا الموضوع واشتغل بموضوع التوعيه قبل ما تصير مرحله المراهقه. ان شاء الله هالفكر يكون موجود عند كل الاهالي اللي عم يتابعونا ونستوعب هذا الطفل المراهق. أكيد. الطفل المراهق. أكيد. لحتى نحن نقدر نوصله لبر الامان بالرشد. شكرا كثير لوجودك معنا استاذه غدران، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. الشكر لكم ولهالموضوعات المهمه اللي عم تنطرح. شكرا. شكرا كثير لك. دراسة جديدة تم إجراءها على مجموعة من المراهقين وحذرت بنتائجها هالفئة العمرية من الوقوع بالحب بهي الفترة من حياتهم تحديداً. ليش؟ رح نعرف سوا. الانجذاب العاطفي القوي والاندفاع للدخول بعلاقة حب هو السمة الأساسية لمشاعر المراهقين، لكن دراسة حديثة حذرت المراهقين من الدخول بعلاقات غرامية لتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية. الدراسة الأمريكية يلي رصدت 594 طالب قالت أن الطلاب البعيدين عن العلاقات العاطفية بيمتلكوا مهارات اجتماعية وقيادية أقوى وأنهم أقل اكتئاباً من أقرانهم، حتى درجاتهم الدراسية بتكون أعلى من الآخرين يلي كانوا مشغولين بعلاقاتهم العاطفية. وبيقول أحد الباحثين إن المراهقين يلي ما بيقعوا بالحب بسن المراهقة بيكونوا أفضل من أقرانهم بالعلاقات الرومانسية المستقبلية، كون المشاكل المرتبطة بالحب بهالمرحلة بتأثر على نفسية المراهق من عدة نواحي، مثل الإحساس بخيبة الأمل أو انكسار القلب يلي بيفاقموا الحزن والاكتئاب. وإضافة لكل هاد، إهمال الدراسة والحصول على درجات منخفضة بيفاقم مشاكل المراهق النفسية أكثر وأكثر،
بغض النظر عن كون كثرة التجارب السيئة بالمجال العاطفي بتأثر سلباً على العلاقات المستقبلية وتنبئ بمزيد من الفشل العاطفي. نوعين من الحلويات بنعرف مقاديرهم وطريقه تحضيرهم مع الشيف راني. تفضلي يا شيف. تفضلي. شكرا يا شيف. ورد، شكرا نور، يسعد صباحكم. اليوم حنعمل مع بعض حلو، واللي هو حيكون سوكسي او بسكويت بالحليب، عفوا بسكويت بالشوكولا، وعندنا السميد مع جوز الهند. هلا حنشوف مع بعض مقادير السوكسي. عندي 6 علب بسكويت، سكر طبعا، بسكويت مكسر، حليب، زبدة سائلي وكاكاو، برش ليمون، فانيل، وماء الورد، وبيضة. حنشوف هلأ مع بعض مقادير السميد بجوز الهند. سميد ناعم، سكر، جوز الهند، حليب وزبدة وقرفة عيدان، كمان عنا فستق حلبي للزينة. هلأ حنبلش مع بعض بتحضير أول عملية. حنبلش بالسوكسي. منحط بوعاء على جنب، نكسر البيضة بالوعاء وبنخلط البيضة بهالشكل. هلا فينا نحن نستعمل خفاقة يدوية أو خفاقة كهربائية. هلا مننزل الفانيل على البيضة. الفانيل بيساعدني على قتل لحتى يروح طعمة الزنخ من البيضة. كمان برش الليمون بيعطيني طعمة كتير طيبة، وبيساعدني كمان على إخراج المادة الزنخة من البيضة. حركها بهالشكل. هلأ مننزل السكر بشكل تدريجي مع عملية التحريك المستمر. نزلنا السكرات. هلا بنصير بنحرك بشكل سريع شوي مشان السكر مع البيض ياخد التماسك ويختلط كله مع بعضه. هلا بنشوف مع بعض كيف بس نحرك السكر مع البيض بيعطيني لون ابيض، هيك الدلالة انه نحن عم يدوب عنا السكر والبيض مع بعض بهالشكل. مثل ما نكون شايفين تغير لون البيض والسكر، صار لونه أبيض. هلا بنزل أنا بماء الزهر أو ماء الورد، كمان منخلط منخلط مظبوط لحتى تختلط المواد كلها مع بعضها. هلا صار مثل ما نكون شايفين صار الخليط ميرينج أبيض. نرجع منخلط مزبوط. يعني الخفاقة اليدوية بتساعدنا، بس اليوم أنا اخترت لحتى نخفق مع بعض. الخفاقة عفوا كهربائية بتساعدنا، بس اليوم أنا اخترت رح نخلط مع بعض مشان تشوفوا العملية مع بعض. هلأ مننزل الحليب على الخليط ومنحرك. هلا مثل ما نكون شايفين صار عندي هلا المواد السائلة حنزلها، صار عندي الخليط سائل. برجع بنزل الزبدة السائلة كمان مع الاستمرارية بعملية التخليط. منحرك، حرك مزبوط. هيك صار عندي أنا. هلأ حنزل مع بعض الكاكاو. هلأ هيك مثل ما نكون شايفين صار عندي أنا الخليط بهالشكل، الزبدة مع الحليب، صار عندي سائل. هلأ أنا لحتى يتماسك الخليط مع بعضه حنزل الكاكاو بشكل تدريجي. نزل شوي شوي ومنستمر بعملية التحريك.
فوق بهالشكل، كمان كاكاو. هلا نزلتهم انا على مرحلتين للكاكاو. هلا بخلط، بشوف انا وعم بخلط بصير عندي تماسك بالخليط. الكاكاو بيعطيني تماسك للخليط اللي حضرته قبل. نحرك مزبوط مثل ما انكم شايفين عم يشد الخليط عندي انا. هلا نحن فينا نعمل السوكسي او بسكويت بالكاكاو، كمان فينا نعمله بالحليب. هلا مثل ما انكم شايفين صار الخليط انا عندي متماسك مع بعضه. بنزل البسكويت على، هلا انا ما عاد بستعمل خفاقه، بستعمل معلقه. بننزل البسكويت ومنحرك بهالشكل، حرك بشكل. انا نزلت مثل ما انكم شايفين نص البسكويتات على الخليط، انا مشان تتحرك كل المواد مع بعضها مع البسكويت. حرك بهالشكل. نرجع كمان بننزل باقي البسكويت وبرجع بحرك. حرك كمان، انا كل ما حركت كل ما اعطاني شو تماسك له. مثل ما انكم شايفين انا مقطع البسكويت بشكل قطع كبيره. هلا نحن مشان بس بدنا نقطع السوكسي مع بعض. طبعا السوكسي حنقول انه بس تخلص العمليه بهالشكل، بس تخلص عمليتنا بالتحريك المستمر حنلف السوكسي بشكل اسطواني وحنحطه بالفريزر. طبعا حط السوكسي بالفريزر بيستغرق عنا تقريبا. هلا بالمرحله الثانيه حنشوف مع بعض كيف حنلف السوكسي مع بعض، وحنشوف كيف بدنا نحضر السميد مع جوز الهند. هلا هيك اختلطت المواد كلها مع البسكويت مثل ما انكم شايفين. هلا نحن فينا نحن حنلف بورق النايلون، ورق النايلون بالمرحله الثانيه قلنا حنشوف كيف رح نلفها. ليش انا حخليها شوي؟ لان نحن فينا نحط نحن السوكسي بالفريزر من 4 ساعات لخمس ساعات، وفينا بعدين نستعمل، او فينا مده 24 ساعه يوم كامل. هلا صار عندي السوكسي او بسكويت بالكاكاو جاهز، وبنرجع لكم للخطوه الثانيه. شكرا شكرا يا سيد، شكرا الف عافيه. يسعد صباحكم عن جديد، وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن داء السكري، هذا المرض المزمن يلي بيصيب الجسم لما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية، أو وقت يعجز الجسم عن استخدام هاي المادة بشكل فعال. 100% يا نور، بيأثر السكري على بقية أعضاء الجسم للأسف، وبيكون سبب لآلام شديدة بالأطراف. عن هالموضوع حيكون حديثنا مع دكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري، لنعرف طرق العلاج الصحيحه والوقايه ان امكن. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه ناخذ من حضرتك تعريف طبي واضح لداء السكري. مثل ما كنتوا عم تقولوا بالمقدمه انه احنا اما ما عندنا انسولين ابدا، هذا بصير اكثر شيء عند الاطفال بنسميه السكري الشبابي، او بيكون في انسولين اما الكميه غير كافيه او في مقاومه لعمله، يعني الكميه الموجوده ما عم تقدر تشتغل. اكثر سبب ليصير السكري هو النمط الثاني بنسميه نحن، وهو الشائع أكثر بسبب تغيير نمط حياتنا وزيادة الوزن. عم نعجل بحدوثه أكثر وأكثر. نحن في عنا مستقبلات لحتى يشتغل الأنسولين. بدها تتحد الأنسولين مع المستقبل، وقت تسمن الخلية يعني وقت يزيد وزننا عدد المستقبلات محدود، وبالتالي بصير في مقاومة لعمل الأنسولين حتى
ما يقدروا يشتغلوا بالشكل المضبوط. تماماً، ما في حدا يمسك بإيد السكر ويفوته للخلية، هي لنبسطها أكثر. طب دكتور، أعراض السكري يمكن صارت معروفة بالنسبة لكتار، ومع حضرتك حكيناها بعدة فقرات، ولكن السكري إذا أهملناه وما ضبطنا مستوى السكر بالدم، شو الأعضاء الثانية اللي ممكن يضربها؟ هلا الخلايا العصبية خلايا نبيلة، وكثير منشوف خصها هلا بفصل الشتاء مثل ما كنتوا عم تقولوا كمان، إنه في عنا آلام بالطرفين السفليين. دكتور أنا مثل الماشي على بحص، مثل الخدران، تنميل، حرقان، وبينتقل مطرح لمطرح، يعني ما بيكون بنفس المكان، وكثير من الأحيان نفقد الإحساس، يعني خاصة بالبرد هلا بيقربوا كثير على الصوبة أو مكان تدفية بصير في حروقات وإنه مو حاسين بالوجه. أو بيشيلوا مثلا دولة القهوة السخنة كثير وما كثير بينتبهوا إنه سخنة. إيه يعني بدنا ننتبه كثير، خاصة بنهاية لأنه النهايات العصبية في عنا أوعية دموية شعرية بتغذيها، وقت ارتفع السكر بتأذى الأوعية الدموية الشعرية، وبالتالي بصير في عنا مشاكل بالأعصاب وبصير في عنا هالآلام، وإلها طبعا حلول، بس بنشوف كثير عم ياخذوا فيتامينات وفكروا إنه الفيتامين هو الحل أكيد مو الفيتامين هو الحل. B12 فورا. إيه يعني ومع وقت نعمل معايرة بنلاقي مرتفع بالدم، وارتفاع نسبة الفيتامين بتضر، يعني وقت في انسمام بالفيتامينات وبنلاقي اوقات اكثر من مصدر للفيتامين عم ناخده، كثير غلط. اهم شيء هو ضبط السكر، كل ما ضبطنا السكر اكثر كل ما بنعيش حياتنا بشكل امن. وضبط السكر مو بس انه نشوف السكر على الريق، اكثر مرضانا بيحللوا على الريق، دكتور انا سكري على الريق 100 او 110، طيب بعد الطعام ساعتين انا بس 200. 200 رقم مرتفع كثير، لازم يكون على الريق تحت 120 ملي جرام، بعد الطعام ساعتين تحت 160 ملي جرام، ومخزون السكر اللي هو الخضاب السكري تحت 7%. إذا تحققت هالثلاث شروط بتكون أمورنا بخير. طبعا نلتفت للأمور الثانية كمان، الكوليسترول والشحوم والضغط كله بده يكون مضبوط، وكمان في عنا نحن العين كمان الشبكية كثير بصير فيها اعتلالات شبكية بسبب عدم ضبط السكر. القلب كمان بصير في عنا سكتات قلبية ومشاكل قلبية، الكلى كمان، الكبد، الكلية، كلها هي أعضاء نبيلة. كل ما كان سكرنا مضبوط كل ما عشنا حياتنا بشكل آمن. حتى وقت ناخد حبوب فموية، ولا أعطاني دواء من 10 سنين ضليت عليه مكملين عليه كمان 20 سنة، وكتير جوان دكتور من 10 سنين شفتك أنا ماشي على دواء، بنعمل تحليل البولي والكرياتينين، ملياري الكرياتينين بالعلالي، وبيقولوا إن الدواء ضرب الكلية. لا، عدم ضبط السكر وعدم المعايرة وظائف الكلية والكبد أقصى حد كل 6 أشهر مرة. أوكي، هون لازم ينتبه هذا الشيء المريض. طيب دكتور، الأعراض اللي حضرتك ذكرتها بين بين الاعتلال والخدران اللي ممكن يصيب الأطراف وكل هاي الأشياء ممكن نشوفها كمان عند مريض السكر الشبابي، يعني عند المراهق أو مرحلة الشباب، ولا لا هي بس للكبار بالعمر النوع الثاني؟ بتصير عند الكل نور، لأنه السكري الشبابي بيبدأ على عمر أصغر وبيرافق المريض لفترة زمنية أطول، معناتها نحن كل ما طول السكر أكثر وكان غير مضبوط، برجع بأكد كل ما كان مشاكلنا أكبر، وكل ما كان سكرنا مضبوط لو رافقنا المرض لأنه ما في دواء شافي. أنا دكتور أخذت الدواء طبت من السكر، ما في شيء، نضل نعاير. يعني أوقات بيكون في بيجي على زيادة وزن كبيرة مثل ما حكينا، جرنا عملنا حمية معينة، عملنا أوقات قص معدة، عملنا شيء معين نزل وزننا، ضبطنا السكر، ضبط السكر، بس نحن بدنا نضل نراقبه. يعني جهاز فحص السكر المنزلي ضروري يكون موجود بكل بيت، هذا جهاز كذاب ما بعتمد عليه بروح على المخبر، بالعكس في عنا أجهزة ببلدنا مستوردة من كثير من بلدان يعني محترمة، والجهاز يعتمدوا عليه بأحسن المشافي بالعالم. نضبط فيه السكر بشكل آني وذاتي، مثل يعني ميزان الحرارة، مثل ميزان الضغط، لازم حلو. يكون موجود بكل بيت. طالما ذكرت الضغط دكتور، خليني أقول بس كلمة يمكن تعطي أمل لكتار أو تصبر كتار. في ناس رب العالمين يعني حط فيهم مرض السكري، في ناس عندهم ضغط، في ناس عندهم أمراض بالبصر، ضعف بصر مثلا، في ناس عندهم قولون عصبي وتشنج، في كتير أكلات محرومين منها ما بيقدروا يأكلوها. ومثل ما ذكرت أنا ما شخصيا من احتكاكي بالأطباء ومن أصدقائنا ولا حدا عنده قولون وتعالج وطاب خلاص بالمرة وصار يقدر يأكل الأكلات اللي بيقدر ما كان يقدر يأكلها.
فلذلك السكري بدنا نتعايش معه. طيب دكتور، كيف ممكن أقي نفسي من السكري أنا؟ إذا أنا ما عندي سكري ولكن في قصة عائلية رح يطلع عندي أكيد؟ لا، نحن وقت ما من أولاد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل. كل ما كان نمط حياتنا صحي أكثر كل ما أخرنا ويمكن ما يصير معنا. يعني كل ما أكلنا أكلات فيها سعرات حرورية أقل، كل ما أخذنا ألياف أكثر، خضار وفواكه طازجة، بعدنا عن المقالي، عن المعجنات، عن الأجبان المربعة والمدورة، عن المعلبات، كل شيء فيها مواد حافظة. كل ما عملنا حركة أكثر كل ما كان أفضل. في اعتقاد خاطئ وشائع أنا شو ما أكلت ما بصير معي شيء، بس أزعل بس أتوتر بيرتفع، هي شماعة اشتغل عليها دائما. الحكي ما له أي أساس من الصحة. هو هي تريجر يمكن الزعل، بس أنت في عندك ورد. الزعل هو عندنا كاسة مي مليانة، إجت نقطة مي طفت الكاسة. هي النقطة، بس مو هو السبب. يعني نحن ما بدنا نخلي الظروف تأثر علينا، أوكي. يعني وضعنا صعب، ولكن فوق وضعنا الصعب ما بده يكون كمان جسمنا علينا، نحن نكون مع جسمنا بدنا نعرف قدر الإمكان. بدنا نعرف أول شيء، بدنا نستشير طبيبنا، نوع الدواء وكمية الدواء اللي بدنا ناخده. بيجي لعنا أوقات عم ياخدوا ضعف الجرعة، يعني لكل دواء الجرعة القصوى هي هالقد. مثلاً في دواء معين جرعته القصوى حبتين. إجا لعندي شخص من يومين ثلاثة عم ياخد 6 حبات من هذا الدواء بالنهار. ما بيصير. عملنا وظائف الكلية طلعت خربانة الكلية. يعني هي القصة كتير مهمة. والله جاري أعطاني الدواء، قرايبي ابن عمي عم ياخد الدواء باخذ مثله. لا، فإذا نمط الحياة الصحي هو أفضل حل للوقاية. نمط الحياة الصحي، نوع الدواء وكمية الدواء، وإذا احتجنا ناخد أنسولين بأوقات معينة ما لازم نقول دكتور أخذته بتعود عليه. الحامل بتاخذ 9 اشهر انسولين، بتولد بترجع للحب، بترجع لحياتها. ما في شيء اسمه تعود على الانسولين. وتصير عندنا انتان معين. هلا في عندنا مثلا فصل الشتاء في عندنا انتانات، كل ما كان سكرنا عالي كل ما مناعتنا اضعف، وبالتالي ناخذ الميكروبي او الفيروس بسرعه اكثر. طيب دكتور، خلينا ننتقل للاشخاص يلي بيخافوا من الضعف الجنسي، يلي بيعانوا من داء السكري. كيف فينا نطمنهم؟ كيف فينا نساعدهم ب طبعا ننزل مستوى السكر ويكون الاداء الجنسي جيد نوعا ما؟ تماما. نحن نور في عندنا كمان نفس الشيء، حتى يصير في انتصاب في عندنا مثل البالونين بدهم يجي عليهم الدم وينتفخوا. تمام. الاوعيه الدمويه الشعريه كنا بنحكي عليها بتتاذى وقت يرتفع السكر. يعني كل حدا سكره عالي رح يصير اكيد عنده برود جنسي. كثير مهم ينضبط السكر. قد ما اخذنا ادويه وفياجرا واللي هي اللي بدنا الاسماء اللي المقويات الاخرى، المقويات الجنسيه، ما رح يمشي الحال اذا ما انضبط السكر. والشغله الهامه كمان، احنا ما بدنا ناخذ تستوستيرون وما الى، لانه بياثر بشكل سلبي على البروستات، ويمكن يعمل لنا اورام بالبروستات. بدنا نعمل تحاليل معايره للواسيمات تبع البروستات، هو البي اس اي والفري بي اس اي، تحت اشراف طبي. واذا اخذنا أدوية معينة بتكون تحت إشراف طبي على شرط ضبط السكر. إذا ما انضبط السكر ما رح يمشي الحال. تمام. نرجع منأكد، يعني ضبط السكر هو الأساس لأمورنا كلها تكون بخير. والخلايا العصبية خلايا نبيلة، بدها وقت لترمم، ما رح ترمم بين يوم وليلة. بين يوم وليلة. تمام. طب دكتور، ممكن يتساءل كثير من الأشخاص اللي عندهم داء السكري، إذا صار في خلل بعضو معين إن كان بالكلية أو باعتلال عصبي أو بشبكية العين، عكوس ممكن نعالج ونرجع؟ سؤال كثير مهم ورد. حسب الدرجة، إذا عندنا اعتلال كلية والكرياتينين وصل، يعني هل هي بشكل حاد صارت؟ هل هي بشكل مزمن؟ هلا الشخص اللي كنت عم أقول لكم عليه قبل شوي وقفنا أدويته وصار تتراجع وظائف الكلية تتحسن بشكل، بس إنه قديش صار له عم ياخذ هالدواء اللي ما بصير ياخذه؟ المسكنات اللي بناخذها، مثلا أنا أخذت إبرة ديكلون، أنا أخذت دواء معين بروفين فولتارين، دول ما بصير ناخذهم لوحدنا، بيأثروا بشكل سلبي. بدنا ناخذهم تحت اشراف طبي ولفتره معينه. اخذ الكورتيزونات اوقات لوحدنا اعتباطيا، كله بيضرب وظائف الانسولين وبيضرب وظائف تماماً. الكبد كمان. بعدين كنا عم نحكي كمان على الكولون العصبي قبل شوي، نحن بقلب الامعاء في عندنا فلورا معويه، هي بتساعدنا بالهضم، هي رب العالمين عطينا اياها. بس ناخذ انتيبيوتيك سطح حيوي لوحدنا عم نقتل. نحن رشحت انا، والرشح هو فيروس، اخذت انا اوغمانتين، اخذت الحبه اللونها سوداء، اخذت الحبه اللونها صفراء، بياخذوا حبتين ثلاثه بوقفوا. اول شيء صار في مقاومه لعمل هالصاد الحيوي، وثاني شيء قتلنا الفلورا المعويه تبعنا يلي صار هضم بعدين تبعنا ما منيح.
لازم ننتبه لهذا الموضوع كثير مهم، ولازم نعرف كيف نختار الدواء بشكل صحيح. ختاما دكتور، بعض الاشخاص بيسالوا امراض مريضين السكري، انا لازم اخذ انسولين ولا حب سكري؟ شو الافضل؟ شو الانسب؟ هلا اذا عندنا زياده وزن ولا ما عندنا زياده وزن، غالبا وقت ما بيدخل الشخص نحن بنعرف من شكله، وقت واحد يجي جلدي على عظمه وسكره عالي وخضابه السكري عالي بده انسولين، وبس ياخذ انسولين بيرتاح كثير. اما اذا عنده زياده وزن، الادويه مثلا تركيبه ميتفورمين، التركيبه يعني في عنا الدابا جليفلوزين، عنا الامبا جليفلوزين، هي بتساعد، بس كله بده يكون جرعه معينه وباشراف طبي وبالتدريج بده تكون. لان نرجع بناكد الخلايا العصبيه خلايا نبيله، وكله بده يكون على مهلهم الشخص يساوي باشراف طبي، مو جارنا وقرايبنا. وهي هذا اللي بناكد عليه على طول. بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، وشكرا كثير لك دكتور زياد. شكرا كثير لك دكتور. يسعد صباحكم. النوع الأول من مرض السكري بيصيب الأطفال بمراحل مبكرة من حياتهم، وضمن محاولات العلماء والباحثين لمساعدة هاي الأطفال طور وسيلة وآلية جديدة ممكن تساعد على الوقاية من داء السكري مع الوقت. يسعد اوقاتكم مرة تانية. رجعة جديدة لعند الشيف راني، ونشوف وين وصل بأطباق الحلو. وين وصلنا يا شيف؟ شكرا ورد. وصلنا هلأ للمرحلة الثانية اللي حنعمل مع بعض سميد مع جوز الهند. تفضل. حنشوف كيف بدنا نلف السكسي بالمرحلة اللي عملناها بالأولى. هلأ بنحط طنجرة على النار، نشعل غازنا. هلأ مثل ما نكون شايفين أنا عملنا نحن السكسي، ولفيت أنا قسم منه، وحنلف مع بعض القسم الثاني. هلا بنايلوني بنحط نايلون على القطعه اللي بدنا نلفها، بننزل نحن السوكسي على النايلوني ونوزعه بشكل طولي بهالشكل. هلا بنساعده نحن بعمليه اللف. طبعا نحن هون حطينا الطنجر على النار، بننزل الزبدة على الطنجرة، خليها لحتى تدوب. بس تدوب احنا بنكون لفينا السوكسي مع بعض. هلا بنعمل عملية لف بهالشكل، وبنكبس بإيدنا بشكل طولي بهالشكل، نرجع منضبها على الجناب، كمان بنرجع نكبسها شوي. عم بستعمل انا الاصابع بكبس سوكسي، برجع بلفها كمان لفه ثانيه، وبرجع بشد انا وبكبس على الاطراف. هلا بهالاثناء دابت عندي الزبده، برجع نزل السميد على الزبده وبحرك. هلا انا ما بحمص السميد كثير مشان ما يصير يعطي لون، انا بدي اياه لونه ابيض. هلا بنرجع نكفي السوكسي مع بعض. مثل ما انكم شايفين صار عندي السوكسي هيك بشكل طولي بشكل اسطواني، صار جاهز. نبرمه بهالشكل مثل الساندويش
كأنه عم لف ساندويش، نكبسه من الطرفين وبصير عندي أنا السوكسي بهالشكل جاهز لا ينحط بالفريزر. هلا أنا بالأثناء بحرك السميد، حركه مثل ما قلنا أنا ما بحمص السميد بس بخليه يتحرك مع الزبدة لحتى تذوب الزبدة، يعني تقريبا بنسفه شوي صغيرة. بعدين بنزل عليه الحليب، بهالشكل مثل ما نكون شايفين كيف صار عنا قطعة السوكسي صارت جاهزة إلنا نحنا منحطها بالفريزر من 3 لـ 4 ساعات أو فينا نحطها يوم كامل حسب الرغبة. هلأ هيك الحليب صار عندي جاهز مع السميد. هلأ بنزل السكر على وبحرك على السميد، بحركها طبعا لحتى يدوب السكر. أنا حنزل المي، ومثل ما انكم شايفين أنا هون في عندي قرفي عيدان، كمان حنزل قرفي عيدان. أنا ليش مستعمل؟ هلأ فينا نستعمل نحن القرفي الباودر، طبعا نحن للزينة فقط، لأنه إذا حطينا الباودر بقلب السميد بصير عندي أنا لون أسود، أنا بدي السميد يكون لونه أبيض. طبعا نحن قلنا منحطها، حيكون معنا جوز الهند، حنحط شوية جوز هند نص الكمية ونص الكمية للزينة، حيكون معنا فستق حلبي مبروش. هلأ حنزل المي على السميد مشان يدوب عندي السكر. طبعا كمية المي بدها تكون نحن مناسبة للسميد اللي بدنا اياه، فينا نحن نخليه رخو شوي وفينا نخليه سميك حسب الرغبة. هلا هيك مثل ما انكم شايفين، يعني طريقة سهلة كتير وطيبة كتير وشبيهة بالمامونية. هلا هيك بنخليه يغلي عنا السميد، بعدين بنحطه ببريكس ومنرش على وشه قلنا جوز الهند مع الفستق الحلبي. اهلا وسهلا فيك شيف، شكرا كثير لك. شكرا لكم. الأشخاص الواثقين بنفسهم بينجحوا بالتخطي وتخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات، لهيك بيكونوا دائما محط إعجاب الآخرين، ومن المهم أنك تلاقي السبيل للوصول لهذا الشعور. أكيد يا نور، واليوم طرحنا سؤال على المشاهدين بيقول شو بتقول لحالك لما تتطلع على المراية؟ في ناس بيكون حديثة لنفسها إيجابي ليزيد من ثقتها من نفسها، وآخرين العكس تماماً. بخبرية اليوم رح نذكر 5 خطوات ممكن تساعدنا لنعزز ثقتنا بنفسنا. الخطوة الأولى النظر إلى ما حققناه، من المهم أنك تستعرض الإنجازات يلي حققتها، فهالتصرف ممكن يعزز من ثقتك بنفسك ويخليك دائماً فخور بنفسك وبكل شيء وصلت له. النقطة الثانية الاهتمام بالنفس، صعب يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه لما تكون صحته سيئة، لهيك احرص دائماً على الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية، فالنوم لساعات كافية مثلاً، الغذاء الصحي، ممارسة التمارين الرياضية بيساعدونا بهالخصوص. النقطة الثالثة مساعدة شخص آخر، شعور رائع جداً إنه نعمل خير باتجاه حدا تاني ونسعى لتغيير حياة شخص للأفضل بدل ما نشوف نقاطنا الضعف ونقاطنا السلبية. خلينا نتطوع مثلاً نساعد شخص آخر ونروح نلاقي ثقتنا بنفسنا بدعم الآخرين ومنخليهم يحققوا أهدافهم. النقطة الرابعة افعل شيئاً يخيفك، ممكن نستغرب من هالنقطة ولكن أفضل طريقة للتغلب على الخوف هي مواجهة الخوف من خلال القيام بشيء بخوفنا ومنتردد بالقيام فيه، ومنكتسب الثقة من كل تجربة بعد ما نتغلب على هذا الخوف ولو كان صغير، ورح نلاقي ثقتنا بنفسنا عم تكبر وتزيد. النقطة الخامسة والأخيرة إنشاء الحدود الشخصية، learn to say no، هذا المثل البريطاني، تعلم أن تقول لا وعلم الآخرين احترام حدودك الشخصية، فكلما زادت سيطرتك على أمور حياتك كلما زادت ثقتك بنفسك. ونقاط كثيرة وعديدة أدرجوا الخبراء لنعزز الثقة بالنفس. تماماً يا ورد، حسب حالتي المزاجية، الله يحمي الشخصية شو كبرنا. هاي من بعض تعليقاتكم يلي وصلتنا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك، نحن اخترنا جزء منه رح نستعرضهم بهي المادة. We'll be right back.
تمارين رياضية جديدة صارت جاهزة، خلونا نتابعها سوا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. اليوم تمريننا بيحتاج لستيب ودامبلز وفرشة مريحة. رح نبلش تمريننا مع بعض من تحت. ظهري مشدود، معدتي مشدودة، نظم نفس. بدي اطلع الايدين على موازاة الكتف، طلعت، اربعة، خمسة، ست، سبعة، ثمانية، تانية، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كمان واحدة، اثنين، ثلاثة. ننظم النفس، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، واخر واحدة. بريح تحت، باخذ نفس. هلا التمرين الثاني، من تحت ركبي مشدودة وحاطلع فيه لفوق لورا، عم اخذ الكوع زاوية قائمة، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، كمان واحدة تانية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وآخر واحدة. ريح، باخذ نفس، بعمل شوي ستريتش، ريح الايدين، ايد الثانية، بنزل على التمارين الأرضية. نبدأ بأول تمرين تحت، ظهري على استقامة واحدة، رح آخذ ايد عكس رجل وبطلع فيه هون فوق، اثنين، ثلاثة، أربعة، معدتي مشدودة وظهري على استقامة واحدة، ستة، سبعة، ثمانية، ثانية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، وبريح. انتقل على الرجل الثانية، ايد عكس الرجل، كمان بطلع هون وبفرد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست، سبعة، ثمانية، ثاني، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، وآخر عدة. بريح، بطلع بآخر تمرين، بنزل على ركبي وإيدي فوق، رح أطلع بشد وبنزل، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وآخر عدة. بثبت فوق
بريح، باخذ نفس، يمين شمال، وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا اليوم. بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. شكرا. اطلالت اي صبية ما بتكمل بدون تصفيف الشعر وتزيينه بالاكسسوارات، والورد هو من الصيحات الانيقة يلي اعتمدتها دور الازياء العالمية لما تكون مصنوعة بطريقة يدوية ومحترفة. هذا الموضوع بيضفي جمال خاص لها، ورح تكون نور اليوم مع مصممة الاعمال اليدوية فرح شعبان يلي صارت معنا لتعطي كل الصبايا افكار متنوعة. تفضلي يا نور. شكرا كثير لك يا ورد، يسعد لي صباحك يا فرح. صباحك اهلا وسهلا فيكي. الاكسسوارات كثير حلوة، وخاصة إذا كانت تبع الشعر، يعني هي البنات يلي بحبوا يهتموا بهدول التفاصيل يكون في اكسسوار للشعر دائم، فاليوم رح يلاقوا طلبهم معك. عفوا. طبعا بدي نوه لنقطة كثير مهمة، إنه فرح هي صيدلانية وبتهوى هاي القصص اللي بتخص الصبايا والبنات بين اكسسوارات، وتضيف دائما شغلات كثير حلوة. يعني انا استغربت انه صيدلانية واو عم تصمم اشياء كثير حلوة. يعني السلة اليوم الموجودة قدامي من بعيد عم بطلع قديش فيها كمية ورد حلوة وملونة، بين الزهر بين الازرق، القصص كثير حلوة وغريبة. كنا نشوف القواص ايام زمان كنا بالمدرسة، يعني عم حس انه هلا نحن دارجة معنا. يعني ليكي هلا مثلا هاد الاحمر كتير حلو، في كمان هذا الملون والابيض طبعا رح نستعرضهم انا وياكي والمشاهدين هلا واحد واحد نحكي عنهم. هلا القوس الموجود اول شيء بايدي هاد رح نحكي عنه، كيف عملنا، كيف طبقنا. هلا انا حابه اطبق واحد مثله بالاخير. اوكي. هلا اول شيء نحن في عندنا نوعين من القواص، هذا بيجي نوع القوس تبعه معدني. ايه معدني ورفيع. وفي شيء البلاستيك. هلا هو كونه الورد ناعم فلازم يكون القوس ناعم، لانه أوكي. اذا كان عريض ما بيعود بيطلع هذا الورد حلو. او بنحط صفين ورد. نضطر نحط صفين ورد. تمام. أوكي. بس هيك يعني ممكن يكون للصبايا، موجه للصبايا والاطفال اكثر. لما بصير صفين ورد بتحسي صاروا موجه للاطفال، يعني بصير ولادي مثلا مثل هذا تحسي ولادي اكثر لانه فيه صفين وخلط الوان. اي بناتي. هاد بتحسي انه موجه للصبايا اكثر. هاد وهاد رجعون عنك انا هلا حورجيكي. مثلا نحن عندنا هاد مصمم من هذا النوع من الورد، هو نوع من الفلين. أوكي. هاد فلين قياس وسط، في عندنا الفلين القياس الصغير اللي مثل اللي ماسكتي بايدك. اوكي بدي اجرب احطه اشوف كيف. هلا فينا نحطه هيك، فينا نحطه هيك، بس انا اليوم فارقه شعراتي بالنص. هو كونك لابسه ابيض. ايه لابس حلو. ايوه هيك بس طالعه هيك ساره هيك هيك مثل الاولاد الصغار. حبيت كثير حلو. ايه بس كثير حلو ومميز. انا من الاشخاص اللي بحبوا الورد وبحبوا هدول القصص كثير وناعم. تمام. في شيء مثلا بيجي نوع الورد فيه ساتان مثل هذا له لمعه. اوكي عشو رح نحطه هذا ممكن؟ هلا هذا بده قص عريض. يعني عريض برايي بيجي احلى. طيب نبلش انا وياكي ونكمل حديثنا مشان ما يداركنا الوقت. ونعلم الصبايا يلي بحبوا هذا المجال، يلي بحبوا هن يعملوا قواصهم بايدهم. تمام. ما نروح نحن مثلا نشتري، بنقدر بنجهز القطع ومنساويهم، ولكن التنسيق بترجع بقى لزوقنا. على فكره هو انا اول قوس ساويته هو هذا، ساويته من قطعه زريعه صناعيه عندي بالبيت. اجيك اياه ونسهل هذا. يعني كنت قاعده هيك صفنانه بالزريعه قام لقيت انه الورد تبعها كثير حلو. اوكي حملتها وفتت فيها وصرت قصقص الورد طبعا بدون ما تدرى ماما. بس هي قديمه وما فيها لزوم، ولقيت قص قديم فصرت لزقه عليه، بعدين لقيته كثير طلع شغله حلوه، قلت ليش ما بساوي، يعني ليش ما بنبلش، ليش ما بنزل بشتري اغراض وبلش ساوي شيء انه مشروع جديد. اوكي رح نبلش انا وياكي. هلا اول شيء اذا بدنا نستعمل قص بلاستيك لازم نعرف فكره انه لازم نلبسه بشيء، لانه هي اول مشكلة واجهتني. بعد ما سويت قوس كامل ثاني يوم لقيته عم يفك. اذا كان البلاستيك السيليكون هذا ما بيلزق على البلاستيك، معناتها نحن لازم مثل ما بيقولوا نلفه بشيء. انت لفتي بس هلا انا لاففته خالصه، بس اذا بدنا نعلم الصبايا كيف يلفوه. اوكي رح ورجيكي بالبدايه بس ما حكمل انا يعني. بالبدايه رح نلفه من هون هيك. بسم الله. اول شيء بنلفه لف يعني بشكل متناظر، بعدين بنبلش هيك بالميل. اوكي هلا انا ما حلفه كامل بس رح نعلم بقى نعلم. ايوه تمام هيك.
اوكي ونحن عم نعمل بحيث انه نشد ايدنا وما نرخي ابدا لانه اذا رخت القطعه ما بتطلع حلوه بدنا نضل ماسكينه وشادينه تمام يعني عم نرص القماش على البلاستيك تمام والاحسن انه نصير نلزق بالسيليكون كل شوي مثلا هون بنحط شوي من السيليكون هون بدي اشوف بس انا انه نحن كيف لفيناها لا ما عم ننزعب السيليكون بس نحن مثل ما شفنا هلا بشكل مايل ونضل عم نشد ايدنا اهم نقطه انه تشد الايد اذا ما شدت بصير بيطلع مرخي أوكي. او بيرخي لحاله يلا طيب نحن مجهزين هذا الجديد هذا جاهز شو رح نسأله انا اليوم بدي احط من هذا اللون من هذا هدول اول شيء رح قصهم لو عم لفهم على خيط معدني ما كنت قصيتهم كنت لفيتهم لف مثلا مثل هذا لو عم نحطهم على فرطناها انا ليش خطر لي انه رح نترك باقي الورد مثل ما هي لا هو على حسب هلا شوفي هي مع بعضه هي هاد بيضل مع بعضه مع حسب التنسيق اللي انت بدك تعمليه هلا انا هون بدي لزقهم تلزيق فراح اخذهم ورده ورده حط عليهم سيليكون اوكي شوفي حطهم بدي اضيف من هدول بيعطوا كثير برقه حلوه للقوس ممكن يصيروا خرج سهرات يعني كمان كل ما ضفنا شيء مثلا له برقه بصير القوس خرج سهره اكثر تمام يعني نحن مو بس بالايام العاديه لا ممكن ينحط كمان بحفلات مثلا توديع العزوبيه اذا بتشوفي كثير دارجه هي الشغله تمام نجهز هدول تمام حفلات ولاده مثلا كثير بتجي هيك طلبات انه حفلات ولاده حفلات توديع عزوبيه حفلات سهرات ممكن مع موديلات الشنيون تبع الشعر مع الالوان بقى تمام كثير وعلى حسب اللبس بيجي اوكي طبعا نحن بعد ما منصف الورد على القوس نحن بنقدر نعمل اضافات اكيد هلا انا بدي اقول لك فينا هلا حتشوفي شو حنضيف بدي اضيف لولو اخر شيء اوكي فينا نضيف لولو فينا نضيف شيء مثل هدول هيك مثل عروق خضراء فينا نضيف ورد ناعم يعني كثير فينا نتفنن كل ما بتتفنن بيطلع معك شكل جديد اوكي هاي بدي قصها مشان ما يبقى حصل لك اياها انا كمان هاي ساعدي خلينا نحاول اي بس نستعجل شوي مشان نلحق الوقت اوكي هلا انا تقريبا هيك خالصه اذا بدي اضيف لولو مثلا اوكي نحن حطينا لولو ابيض اوكي ممكن نضيفه هون نضيف وحده ثانيه هون اوكي هلا رح نعمل اعمل نوع ثاني هلا انا حبيت هلا رح اقول لك شيء هاد نحن مالنا مضطرين بهذا القوس نحن نلف عليه مالنا مضطرين نلزق قصدك ايه نلزق عليه ساتان لحتى نحن نحط لا مالنا مضطرين لانه نحن عم نلف ايه انا اوكي شايفتك حاطه انه السلك الورده الموجود لفيته واخر شيء رجعت كمان حطيت سيليكون مكناه بالسيليكون لأنه ممكن انا مشايف ثاني يوم انه يطلع مو ظابط يتغير فمشان الموديل يضل مثل ما هو وصفه الورود اللي نحن حاطينها بهذا المكان تضل موجوده تماما اوكي بتحبي نجرب واحد من هاد ايه لا خلينا نكمل هاد مشان نفرجيهم للصبايا اللي بيحضرونا كيف صار شكله النهائي وبنرجع بنعمل تشكيله انا وياكي رح نقي لك هيك ورد لا هدول كبار بيطلعوا لا كمان كبار ما تمالنا غير هدول الصغار اي انا من هيك يعني انه الكبار بدهم وقت صراحه ليش حسيت الصغار بدهم وقت؟ لا الصغار ابدا يعني ما في ما بياخذ القوس معي انا قلت انه كبيره بنلف وردتين ثلاثه كبار جنب بعض خلص شكلنا وما بياخذوا وقت اي بس على فكره لبين ما تفكري شو اللون اللي بدي احطه مع هذا يعني تنسيقه الورده لحال تنسيقه القوس لحالها تفكير فيها بده وقت اوكي اي اما هذا لفه يعني ما بيتجاوز العشر دقائق على فكره في شغله هذا اللي بياخذ وقت اكثر وهو بالحقيقه لف الساتان على القوس اللي بياخذ وقت اكثر شيء اي مشان تضلي عم تشد ايدك هلا انا كاني ضفت اللولو فوق وتحت عن جد في عن افكار كثير حلوه دائما نحن نستغلها لنعمل شغلات هيك بتخصنا يعني تماما مو شرط انه بس انه لشيء معين يعني هلا يعني تقريبا هيك فينا نقول صار جاهز هلا احنا كل ما كترنا لولو كل ما طلع احلى تمام. فينا نكمل لهون لولو فينا نكمل لهذا الطرف يعني
على حسب ما نشوفه هيك. واهم شيء انه ننظف القطعه من السيليكون اللي زايد اوكي لانه ما بتطلع حلوه اكيد يعني ما بتقبل الصبيه انه تحطها على راسها. لا بالعكس ما في شيء سيليكون يعني نحن بننظف ونرتب. اوكي خلينا هلا نبلش بهذا اوكي هلا هذا انا مالي متفرجه انه اني انا قصه اني قصه لا لانه انا بدي لفه بالعكس امكن انه انا لفه اوكي هلا اهم شيء انه ما نكتر كثير يعني انه مثلا ما نحط نعجقه اذا كترنا ورد كثير ما بيعود بيطلع حلو هلا احسب بقى كمان الصبيه اذا بتحب الشيء المعجق اذا بتحب الشيء يكون كثير بسيط يعني بس انا ما بعرف كان انا بحب الابسط بتحبي النواعي بتحبي لانه هلا انا مشوف كثير هدول اللي عملتيهم كثير حلوين وناعمين هذا الزهر يلي ورداته زهر كثير ناعمين وضايفين له نحن لوليات زهر كثير حلوين ومميزين تماما وهذا كمان هيك هلا الستات اللي عم يحضرونا اللي عندهم بنوتات اذا بيحبوا يعملوا لهم هيك اشياء كثير حلوه كثير حلوه على فكره الاغراض كثير بسيطه وبتنشر بسهوله ما فيها تمام هلا انا شايفه بس هيك انه عم لف بهذا الشكل واخر شيء مثل ما قلت لك انه بس بحاول مكنهم بالسيليكون هلا مثل ما قلتي لفتهم سهله تمام واذا بدنا نقصر اللفه فينا نقصر شوي هون هلا رح نفرجي الكاميرا نحن كيف لفينا هون بعد ما لفينا هون نحن رح نمكنهم بعد ما لفينا هون رح نمكنهم من هون بالسيليكون مشان الورده تضل جنب بعض ومتراصين وما تفك الورده ويطلع معنا شكل حلو ونحطها فورا على راسنا تماما بدي هلا يعني اعطينا فكره كثير للصبايا حلوه تماما وحاولنا نساعدهم بافكارك المميزه وكل وحده بقى بتختار الشيء اللي بيناسبها من الاكسسوارات مثلا هذا كثير ممكن يجي حلو اضافه اذا كان القوس عريض مثل هذا يعني هلا هو هذا مو لابق مع هذا بس فرضا حطينا الوان ممكن هيك ندخله بالميل ايوه نعمله هيك كمان كثير بيجي حلو يعني بدي اقول لك اخر شيء سلم ايدك يا فرح افكارك كثير حلوه ومميزه اتمنى لك التوفيق كمان بدراستك بعرف انك انت هلا عم تشتغلي وعم تكملي دراسه يعطيك الف عافيه الله يعافيك رح نرجع لعندك يا ورد شكرا كثير لكم يعطيكم الف عافيه رح نروح من هون لدول مختلفه من العالم مثلا بلندن في مزاد علني لمعرض سيارات فيه سيارة من ثلاثينات القرن الماضي عم تنباع وبكشمير مقهى بيعيش الزوار أجواء بين البرد والدفى عن شو عم نحكي منشوف سوا بالتفصيل بهالجولة أبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك نجلة أباني رح تخبرنا يسعد صباحك يا نجلة صباح الخير يا مدام صباح الخير يا ورد صباح الخير للجميع ضلوا بخير دايما أيامكم سعيدة مرتاحين ومبسوطين اليوم 20 شباط طبعا دخلت الشمس إلى برج الحوت أول الكواكب القادمة إلى برج الحوت رح تتبع الزهرة في 26 طبعا هلأ لساتها في برج الدلو مثل كل الكواكب بالدلو المشتري الحظوظ سعيدة الزحل المعلم الأكبر اللي بيعلمنا دايماً من خبرتنا وتجربتنا مثل ما قلنا الزهرة وعطارد باشر تقدم طبعاً اليوم في برج الدلو الأمور بلشت قليلاً تتحسن لبعض المواليد بس لسه وجود المريخ عم يعمل لهم بعض المتاعب الصحية أو خليني أقول التحذيرات الصحية دائماً أنا بعتبره أواخر العشرة أيام هاي وجود المريخ ما كتير بيكون متعب يعني بيكون أقل تعباً بقى يخف شوي تأثيره ما زال في برج الثور
أول الأخبار لعزيزنا مولود برج الحمل اللي عم تزدهر اليوم الآمال وعم ينتشر عطر الأخبار الجيدة. اليوم أنت أكثر إشراقاً، أكثر نشاطاً، خليني أقول في أبكير عم تفرض وجهة نظرك، حظوظك مساعدة، ما بعرف، أعتقد في أهل، أشقاء، أسرة، أم، أب، زملاء، يعني اليوم حواليك في عندك أمور إيجابية وجيدة، واليوم أنت متفائل عموماً. مولود برج الثور عم بيناقش ببعض الأمور المالية، والحقيقة الشهر الماضي يعني وما زال وجود عطارد في برج الدلو دائماً بيعمل لمولود برج الثور بيعمل بعض المتاعب المالية، فما بالك إنه كان التراجع في برج الدلو، ما كتير مرتاح مالياً. أعتقد إنه يعني كان شهر للصرف، للأعطال، للسفر، للمتطلبات المالية اللي من هلأ وما بعد حاول إنه قدر إمكانك تخففها، يعني لأنه مستمرة القصة لثلاث اثنين ثلاثة بالشهر اللي جاي لتدخل على الشهر الأفضل بقى. صداقات، علاقات، تعارف لمولود الجوزاء، عم تعيد ترتيب هيكلية حياتك. هاي الأيام فيها سكينة نفس، فيها صحة، ابتداء من اليوم الأسبوع القادم كله الأسبوع الأفضل لمولود برج الجوزاء، فهي بكير نشيط متفائل والأمر ببرجك. اليوم مولود برج السرطان ظروفه لا تحتمل أي مغامرات ولا أي رد ممكن يكون عنيف أو عصبي، حاول تتجنب العدائية. على كل ما بظنك كتير عدائي اليوم، بظنك أميل للسكينة أو للهدوء أو للعزلة، حابب تنام، حابب تقعد بالبيت، تقعد جنب الصوبيا مثلا، ما تاخد تعطي كتير مع حدا، يعني في شيء قلقك. على كل مولود برج السرطان وردات فعلك شوي هيك عصبية. مولود برج الأسد اليوم اجتماعي بامتياز، تقبل ودع لقاءات حميمة أو مفرحة، محتاج ينظم بين عمله إذا عنده عمل اليوم سبت يعني، وبين زيارات اجتماعية. غالباً محيطك العائلي والشخصي داعم مؤيد، واليوم في محبة وحب حواليك. طاقتك للحب والتعارف اليوم أنت مفتقدة مولود برج العذراء، يوم مو كتير الأريح بالنسبة لك، في حكم خاطئ ربما، تأجيل ربما، أخطاء غير مقصودة ربما، يعني حاسس إنه الأمور ما كتير الأريح لمولود برج العذراء، اتهامات أو لوم أو شجار أو نقاش ما إنه كتير مريح بينك وبين ناس حواليك. روق اليوم شوي، الحكاية بدها كتير من الرواء اليوم. مولود برج الميزان اليوم جيد جدا بالنسبة لك، خاصة إنك هيك حابب تناقش اليوم، ممكن تتلقى تهاني، ترتب أمورك بطريقة إيجابية، يكون عندك لقاء مهم، يكون عندك قصة مهمة، نقاش مع مدراءك بالعمل إذا وضعك يسمح، مع زوج، زوجة، الناس اللي لهم علاقة فيك مالياً. يعني بالمجمل نحن دائماً هذا اليوم يعتبر للنقاش مع من هم مسؤولين عنا مالياً، فإذا كنت بعدك صغيرة صغير نقاشك مع أمك وأبوك اليوم ممكن يكون حجر أساس لأشياء جاي، ويمكن عم بتعيد النظر بأمورك. مولود برج العقرب اليوم الأمور العلاقة بتعارف، بمساعدة، بلقاءات، بقصة عملية أو شخصية ممكن تكون إيجابية، وعد ما، فض خلاف ربما، شرح لوجهات نظرك، مساعدة أو تعاطف أو تقدير. الأهم أنه هاي الأيام جيدة جداً على الصعيد المالي، أمورك المالية بلشت تتحسن، وحاول انك فعلا تبتعد عن المصاريف الزياده. اليوم جيد لمولود برج القوس بس ما انه يومه الافضل، يعني اولا انت اليوم معصب، عم تعتب على من تحب، محتاج توازن خياراتك، في بعض الاخطاء الصغيره انا ما قلت لا، يمكن هي سبب التوتر او القلق بهي الفترات، في وعود متنوعه بس كانه تؤجل او تؤخر، يعني اليوم في عرقيل انا ما قلت لا، بس بالنتيجه يعني أي شيء يحتمل التأجيل مولود برج القوس أجله. شو بيصير؟ ما بيصير اليوم، بيصير بكرة. عزيزنا مولود برج الجدي اليوم يعني فيه شغل كتير وضيقة خلق، وما بعرف إذا الآن على قصة صحية، بس أنا أعتقد أنك فايق مبكير وعالشغل دغري، ومن حقك ترتاح اليوم، نفسك ترتاح حقيقة، بس الشغل ما مخليك ترتاح، عم تكمل الأعمال التي تكلف بها. هلا أنا بدي انتبه شوي صحياً، ممكن الآن على قصة صحية. يوم جيد جداً لمولود برج الدلو، فيه وعود متنوعة، سفر، نوع من أنواع اللقاءات، ربما تقبل اعتذارات، ربما ترتب أمورك بطريقة إيجابية، في حظوظ مساندة ومؤازرة اليوم، وتشعر أنك تحسن الاختيار. صحة نجلاء؟
صباح الخير لمولود برج الحوت اللي اليوم عنده نقاشات حضور إيجابي رغم أنك الآن شوي على الصعيد العائلي عم تحاول تحسن أمورك الحقيقة، بس اليوم في نوع من أنواع الخطوات اللي أنت لازم تعملها، شوية دبلوماسية، شوية لباقة، بعد عن الجدالات اللي ما لها كتير لازمة، ضحكة إذا قدرت، يعني حاول تغفر وتسامح اليوم إذا في حدا ضايقك. أنا بقصد بتصير، يعني بتصير بيجينا يوم شوي فيه تعب، فيه نوع من أنواع الجدال اللي نحنا إذا خدناها ما لنا كتير بحاجة لها. مولود 20 شباط، كل عام وأنتم بخير ويجعل أيامكم سعيدة. مولود أنت بين الهواء والماء، رغم أنه دخلت الشمس على برج الحوت بس لسه أخذ من هواء الدلو، أخذ من تموجات المي تبعت الحوت، مما يجعلك دائماً عم تركض هيك عطشان لترتب أمورك. المولود بين هالبرجين بحب الاستقرار لكن بعد أن يحصل على ما يريد، خير مدافع عن القضايا المحقة، ينقص أحياناً الخطابة أو التعبير أو القدرة على أنه يحكي وجهة نظره. إذا ما وصل لهدفه بتلاقوه نقاء أو شاكي دائماً، وهو بالمجمل المال لا يعني له شيئاً، يصرف ما في الجيب ليأتيه ما في الغيب، يتوق إلى الإسراف إرضاء لرغبته ورغبة الآخرين. شخص كتير متطرف، يا بيحبك يا ما بيحبك، يعني قصدي إذا حبك فللآخر وإذا ما حبك فالله يعينك ويساعدك، لأنه فيه يدخل وما يسلم عليك بكل بساطة. سنة كتير مهمة، العائلة عم تحبك وبتشجعك. مولود 20 عام الذكاء، فيه مساعدات، فيه ترقية، فيه تعامل إيجابي، فيه قصص عملية ممكن تكون إيجابية وجيدة. سنة مهمة بالنسبة لك وإيجابية. يسعد صباحكم وتضلوا بخير. صباحك يا نجلة، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا مدام. أطباق الحلو بشكل نهائي مع الشيف راني. كيف قدمنا الأطباق يا شيف؟ هلا شكرا ورد. قدمنا الأطباق، طبق حطينا البسكويت مع الشوكولا بجوز الهند، وطبق حيكون سادة، وطبق حيكون بفستق حلبي، وهي السميد كمان بسوكسي عفوا، والسميد بجوز الهند قدمناه بهالشكل، وفينا نقطعه نحن قطع ونحطه. أوكي. وهيك كانت حلوياتنا لليوم. أوكي. وصحتين وميت هنا للجميع. الله يسلم إيديك، شكرا كثير يا شيف. أنا مبدئيا عند الطبق السادة ما بحب كثير الإضافات الثانية. شكرا كثير شيف، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك يا شيف، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا. إن شاء الله حلقتنا تكون نالت أعجابكم. بيتجدد موعدنا معكم بكرة. تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير.